القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تؤكد الرفض القاطع لأي مساع أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين. مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منظمة الصحة العالمية تلغي سادس مهمة لها لإيصال مساعدات إلى شمال القطاع جراء مخاوف أمنية. وقبيل ساعات من انطلاقها، ترقب لبدء محكمة العدل الدولية نظر دعاوى ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة في قطاع غزة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت الجرم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص الرئيس على تنسيق المواقف مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة. واستعرض الرئيس السيسي خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع هو ما نتج عنه إدخال الآلاف من الأطنان من الوقود المواد الإغاثية واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، مشددا على أن ما تم تقديمه ليس كافيا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع ونزع فتيل التوتر في المنطقة. كان الرئيس السيسي قد توجه إلى مدينة العقبة الأردنية للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. نجاح كبير للدبلوماسية المصرية في التعبير عن مصالح الدول الشقيقة والصديقة في ظل ثبات مواقفها البناءة تجاه مختلف القضايا. ومن هذا المنطلق تحرص مصر دوما على المشاركة في مختلف اللقاءات والاجتماعات الهادفة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف، ذلك أن دور مصر التاريخي تجاه أشقائها العرب أمر لا غنى عنه، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ومن هنا تأتي القمم المصرية الفلسطينية المتواصلة أو القمم الدولية التي تنظمها أو تشارك بها مصر دعما ومساندة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق. وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدارة الاهتمامات العربية منذ عام 1948، تحرص مصر على دعم القضية الفلسطينية من خلال دعم موقف عربي موحد مع تكثيف في مستوى التنسيق إزاء المستجدات والتحديات. وترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة، وذلك منذ 11 من نوفمبر
نوفمبر عام 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني، وحرصت مصر على إبلاغ الفصائل الفلسطينية منذ بداية الحوار بأنها لا تشكل بديلاً عن السلطة الفلسطينية، وأن عليها جميعاً التفكير في المصالح العليا للشعب الفلسطيني. عربياً وإقليمياً ودولياً سعت مصر وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لبذل جهود سياسية بشأن استعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ومواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت في عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الدبلوماسية المصرية نجحت في التعبير عن مصالح الدول الأفريقية والعربية والقاعدة العريضة من الدول النامية أعضاء الأمم المتحدة، لا سيما في ضوء المبادرات التي أطلقتها خلال فترتي رئاستها للمجلس، وإعادة التركيز على الحقوق الفلسطينية، بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي 23/34 بشأن الاستيطان. دور مصر لا يوازيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات، باعتبارها شقيقة العرب الكبرى صاحبة المساعي المقدرة والمواقف التاريخية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبلورة التصورات الكفيلة بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وللمزيد ينضم إلينا هاتفياً من العاصمة الأردنية عمان الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية الأردني السابق. دكتور جواد، بعد التحية، لعلك تابعت معنا بيان القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية في هذا التوقيت البالغ الخطورة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة، وأيضا تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة. كيف تابعت البيان وما جاء به من تأكيد على رفض الدول الثلاث لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وضرورة إدخال المزيد من المساعدات والدور المصري بالطبع؟ من الضروري جدا حيال مواقف خاصة وزير الخارجية الأمريكي الزائر ووزيراته السابقة لم تكن مقنعة للمواطن العربي على الإطلاق، ولا كانت في نفس الوقت تدافع عن إسرائيل وتدافع عن عدوانها الهمجي يعني بكل معنى الكلمة. ولكن بقي الموقف العربي خاصة يعني أعضاء مجلس القمة الثلاثة الذين اجتمعوا اليوم في مدينة العقبة كجزء من روتين اجتماعاتهم، يقومون بهذه الاجتماعات يعني في كل مرة حصل منعطف أو تحول في مسار القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في 7 من تشرين أكتوبر. وبذلك يعني اجتماعهم اليوم الحقيقة مهم جدا. لماذا؟ لأن في ظاهره أو بدا موقف وزير الخارجية الأمريكي أحسن قليلا مما كان سابقا، لكننا لا نريد أن نقول بأننا مقتنعون به كل القناعة. يعني طالما أن الحرب لا تزال دائرة على الفلسطينيين، ما زال يقتل الأبرياء وتهدم البيوت فوق رؤوسهم، وما زالت رغم يعني استمرار المقاومة والإشادة بها، لكن الزعماء الثلاثة قالوا يجب وقف إطلاق النار فوريا. يعني هذا عملية زيارات المكوكية والكلام إذا لم يصل إلى مرحلة التنفيذ فيبقى مجرد وعود وتسويف من أجل يعني استمرار الحرب وتمكين إسرائيل من أن تحقق بعض الأهداف الملموسة التي تحدثت عنها مثل إطلاق سراح الأسرى أو قتل بعض قادة المقاومة أو يعني تحقيق النصر العسكري هنا وهناك. هذا كله الحقيقة يدفع ثمن الشعب الفلسطيني بضريبة دم مرتفعة جدا.
النقطة الثانية التي أكدوا عليها الكبرصي. تفضل ضيفي. النقطة الثانية التي أكدوا عليها هي ضرورة المبادئ الأساسية، وهي أن لا تهجير لا من غزة ولا من الضفة الغربية، وضروري جدا أن تتوقف إسرائيل رغم عدم إعلان حرب على الضفة الغربية، لكن تتصرف كأن هناك حربا على أهلنا في الضفة الغربية. وحيث أن مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية هما المعنيتان في الدرجة الأساسية بهذا الملف، فإذا معنى هذا أنه يجب أن يتوقف استطاع محاولات التهجير الإسرائيلية، وكذلك لابد من وضع برنامج لليوم التالي لانتهاء الحرب من أجل البدء في تمهيد الطريق لإحداث عملية تفاوض حقيقية جادة تراها الولايات المتحدة. الآن يعني ما لم يكن هنالك تعليق على مثلا فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني في غزة، لأنه يبدو أن الموضوع الذي حاجة إلى دراسة هو قضية وضع قوات دولية في شمال غزة، وأنا أعتقد أن الأمريكان سيشكلون جزءا كبيرا من هذه القوة في حالة الموافقة عليها، أو في حالة اتخذ مجلس الأمن قرارا بتشكيلها. وهذا يعني بأنه ما دام في هنالك قوة دولية لا داعي لأن يبقى أي جندي إسرائيلي داخل أراضي غزة، ويجب أن يرحلوا إلى غلاف غزة، وأنه بعد ذلك هذا الأمر يعني لابد أن يتفق عليه الزعماء العرب. والأمر الثاني، كيف نبدأ العملية السياسية الحقيقية لتحقيق أمنية الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير وبناء دولته المستقلة والاستقلال عن الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية. الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية الأردنية السابق، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من التحليل حول القمة الثلاثية في الأردن، معنا عبر الهاتف من رام الله محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني. أهلا بك معنا سيد هباش. يعني بداية، قمة العقبة، قمة مصرية أردنية فلسطينية، ما قراءتك لمخرجاتها؟ هذه القمة هي قمة تأتي في الإطار الطبيعي، في إطار التشاور المستمر وتنسيق المواقف بين الأطراف العربية، وبالذات الأطراف العربية ذات الصلة المباشرة بالشأن الفلسطيني، وأعني بذلك مصر والأردن وكذلك الرئيس الفلسطيني. هذه القمة كما أشرت أو كما قلت تأتي في الإطار الطبيعي. نحن نواجه الآن أزمة كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي، أزمة لا تقف عند حد الشعب الفلسطيني أو حد الأرض الفلسطينية، وإنما أزمة تهدد الإقليم بأسره، خصوصا أنه العدوان الإسرائيلي يستهدف كما يصرح قادة الاحتلال، يستهدف اجتثاث الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وهذا كما يخططون سيكون على حساب دول عربية مجاورة مثل مصر والأردن، وبالتأكيد أيضا على حساب الشعب الفلسطيني. نعم، لكن اللاءات المصرية، نعم التحدي أن يكون المستشار، نعم اللاءات واضح وموحد، نعم اللاءات المصرية واضحة في كل مناسبة وفي كل زيارة، وتم التأكيد عليها اليوم في هذه القمة، لا للتهجير لا لتصفية القضية الفلسطينية. إلى أي مدى هذه اللاءات المصرية حتى هذه اللحظة تقف حائطا أمام محاولات الاحتلال لتنفيذ مخططاته برأيك؟ الموقف المصري من التهجير والموقف الأردني كذلك هما حجر زاوية في منع وإفشال هذا المخطط. من اليوم الأول للعدوان نتنياهو لم يتورع عن التصريح بمخططه والتصريح بنواياه،
ولولا الرد المصري الصارم والرد الأردني أيضا الواضح بمنع التأجير وبعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، ربما لكان نتنياهو أو دولة الاحتلال قد نجحت ولو جزئيا في تحقيق هذا الهدف العدواني. لكن الموقف المصري موقف مركزي، موقف يستند إلى موقف ثابت من القضية الفلسطينية، منع تصفية القضية الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني طيب. على مدى كل السنوات الماضية وإلى الآن. طيب هذا يعني هذه المخرجات وهذه القمة تأتي في وقت فيه زيارة لبلينكن في المنطقة، ما الذي تعكسه برأيك؟ ما الذي تلمسه من هذه الزيارة لبلينكن في المنطقة وهذه الجولة؟ موقف الولايات المتحدة بالتأكيد هو موقف مهم، ولكن هو حتى الآن مع الأسف الشديد منحاز بشكل كبير لصالح الاحتلال الإسرائيلي. من المهم أن يسمع المسؤولون الأمريكيون مواقف عربية متفقة وموحدة ومنسجمة مع بعضها البعض لكي يتغير الموقف الأمريكي ولو جزئيا باتجاه ما يجري. حتى الآن أمريكا تتبنى العدوان وتسند العدوان، وإذا لم يتغير الموقف الأمريكي فستكون هناك مشكلة كبيرة. من أجل أن يتغير الموقف الأمريكي يجب أن يكون هناك موقف عربي قوي، موقف عربي داعم للحق الفلسطيني، وموقف يخاطب الولايات المتحدة الأمريكية باللغة التي تفهمها وهي لغة المصلحة وليس فقط لغة القانون الدولي والمبادئ والأخلاق. طيب سيد محمود، تحدثت عن الموقف المصري، الموقف الأردني وأيضا الموقف الأمريكي، لكن ماذا عن الموقف الفلسطيني الداخلي في ظل هذه الأزمة؟ هنا أتحدث عن السلطة الفلسطينية الوطنية، أتحدث عن وحدة ولحمة الشعب الفلسطيني وكل الفصائل متجمعة واحدة على هدف واحد، على بالتأكيد أكيد يعني ضد الاحتلال. إلى أين وصلنا في هذا الملف الداخلي الفلسطيني؟ من المهم التأكيد على ما تفضلت بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي صمام أمان للموقف الفلسطيني وأيضا للموقف العربي بالمهم. وبالتالي الوحدة الوطنية الفلسطينية فوق أنها فريضة شرعية لا ينبغي التهاون فيها، هي أيضا ضرورة سياسية ووطنية بالذات في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية. من منذ عدة أشهر، حوالي 5 أشهر أو 4 أشهر، انعقد لقاء في مدينة العلمين المصري بحضور الرئيس أبو مازن وبدعوة منه، وتم الاتفاق على لجنة للمتابعة. مع الأسف الشديد أنه هذه اللجنة لم تجتمع، كان ينبغي أن تجتمع مباشرة بعد انتهاء مؤتمر العلمين، لكن الدعوة لا تزال قائمة والفرصة لا تزال قائمة من أجل اللقاء لتثبيت الوحدة الوطنية وتكريس الوحدة الوطنية وتمتين الصف الفلسطيني بموقف وطني واحد وموحد في مواجهة هذا الاحتلال. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله. أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رغبة بلاده في إنهاء الحرب في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. وفور وصوله إلى العاصمة البحرينية المنامة، أوضح بلينكن أنه يجب على إيران أن توقف أي دعم لقوات الحوثي في اليمن. وأحذر بلينكن من التداعيات الخطيرة لاستمرار الهجمات في منطقة البحر الأحمر على حركة الملاحة. وأضاف أنه ناقش خلال زيارته للمنطقة حل الدولتين وجهود وقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
في إطار جولته الحالية للمنطقة، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. بحث اللقاء مستجدات الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية في ضوء العدوان الإسرائيلي الحالي، حيث أكد بلينكن دعم بلاده لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه حصل على تعهدات من عدة دول بالمنطقة للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة. من جانبه حذر الرئيس الفلسطيني من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، كما شدد على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك لإتاحة المجال أمام تنفيذ الحل السياسي. تنظر محكمة العدل الدولية غدا وعلى مدار يومين الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا وعدد من الدول بشأن محاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وطلبت جنوب أفريقيا بمشاركة عدة دول من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية. العالم يترقب وضميره الإنساني يتجه إلى لاهاي، حيث تضع جرائم الإبادة الجماعية إسرائيل تحت مقصلة العدل الدولية في جلسات استماع على مدار يومين، وذلك بعدما رفعت جنوب إفريقيا دعوى للمحكمة للتحقيق في المجازر الإسرائيلية في غزة. الدعوى التي انضمت لها كل من بوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي تتهم إسرائيل صراحة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكها لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعتها عام 1948. جنوب إفريقيا استندت في دعواها إلى ما تعيس به قوات الاحتلال فساداً في أرض غزة. أيضاً استندت الدعوى إلى تصريحات أدلى بها مسؤولون من الحكومة الإسرائيلية وبرلمانيون وحزبيون يتعلق بعضها بالدعوة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأخرى متعلقة بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وثالثة تطالب بحرمان أهالي القطاع من الماء والطعام والكهرباء والوقود. واستناداً إلى ما أوردته الدعوة، طالبت جنوب إفريقيا المحكمة بتوجيه أمر إلى دولة الاحتلال لتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية وحماية الشعب الفلسطيني من مثل تلك الانتهاكات التي تضرب بالمجتمع الدولي عرض الحائط. دعوى أربكت الداخل الإسرائيلي الذي اعتاد على عدم المحاسبة على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، إذ جندت دولة الاحتلال مؤسساتها للترويج لأكاذيب لإبعاد أي شبهة جنائية ضدها. الإرباك وصل مداه بمشاركة نائب في الكنيست في عريضة تؤيد محاكمة إسرائيل في محكمة العدل في مؤشر لمعارضة قطاع إسرائيلي لما تقوم به حكومة الحرب برئاسة نتنياهو الذي أعطى الضوء الأخضر لإجراءات عزل النائب. ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها وملزمة لطرفي الدعوى، فليس هناك أي وسيلة لتنفيذها إلا أن صدور حكم بحق إسرائيل من شأنه أن يضر بسمعتها دولياً ويشكل سابقة قانونية. فالأحكام التي ستصدرها المحكمة ستخطر بها مجلس الأمن وكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لتفتح عقبها جنوب إفريقيا باباً جديداً بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم بناءً على قرارات المحكمة. خطوات جادة تستشعرها دولة الاحتلال وتتخوف من آثارها وتداعياتها القانونية والسياسية والأدبية، ويتخوف معها المزاج الشعبي العالمي خشية الإعلان الرسمي عن موت ضمير قادته السياسي والأخلاقي حال وسم بخذلان شعب يباد على مرأى ومسمع من العالم. Mm-hmm.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها المكثفة وقصفها المدفعي في أنحاء قطاع غزة لليوم 96 على التوالي. وشنت قوات الاحتلال غارات على عدد من المناطق من بينها وسط قطاع غزة ومدينة جباليا في الشمال ومدينة رفح بالجنوب، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 147 شهيدا فضلا عن 243 إصابة معلنة في حصيلة غير نهائية، وارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 23,357 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 59,410 فلسطينيين، واعتبار أكثر من 7,000 في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل المهدمة. أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضلل الرأي العام وقصف منزلا مأهولا ملاصقا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وذلك بعد أن أعلنها منطقة آمنة، مما أدى إلى سقوط 40 فلسطينيا بين شهيد وجريح. هذا وأدان المكتب بأشد العبارات مجازر وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء. ابن اخويا يا عالم، ابن اخويا الثاني، يلا هم موجودين، ابن اخويا الثاني، ابن اخويا الثاني، يا وردي علينا على جيراننا يا رب. أعلنت منظمة الصحة العالمية إلغاء مهمة مساعدات طبية أخرى كانت مقررة اليوم بسبب مخاوف أمنية. هذا وأوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم خلال مؤتمر صحفي أن المهمة الملغاة هي تمثل سادس مهمة لشمال غزة يتم إلغاؤها بسبب عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 من ديسمبر الماضي، مؤكدا أن القصف المكثف والقيود المفروضة على الحركة في القطاع بالإضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء تمثل صعوبة على المنظمة والشركاء الدوليين للوصول إلى المحتاجين، داعين إسرائيل إلى الموافقة على طلبات المنظمة لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة. وأكدت الفصائل أنها تخوض اشتباكات في منطقتي بيت حانون وبيت لهيا شمالي قطاع غزة وشرق ووسط خان يونس بجنوب القطاع. وأكدت الفصائل أنها قصفت حشودا متوغلة للاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف هاون، وأنها استولت على طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء مهمة استخباراتية بمدينة بيت لهيا شمال القطاع. في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة جندي آخر بجراح خطيرة خلال المعارك والمواجهات المسلحة في قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس عن مقتل 9 من ضباطه وجنوده وإصابة آخرين خلال معارك القطاع، وبذلك ترتفع حصيلة قتل الجيش الإسرائيلي منذ الاجتياح البري بحسب البيانات الرسمية إلى 187 قتيلاً، ومنذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 522 قتيلاً. وإلى الضفة الغربية، حيث أصيب 12 فلسطينيا بينهم 9 بالرصاص الحي
إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس ومحاصرتها البلدة القديمة فيها، كما اقتحمت أعداد كبيرة من العربات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها. هذا وأعلنت عدة مؤسسات تأخير ساعات عمل الموظفين لمدة ساعة بسبب الاقتحام المستمر للمدينة. كالعادة يوسع العدو الإسرائيلي حزام جرائمه ويستنسخ جرائمه في غزة، فيندفع بآلياته العسكرية مخترقا مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، وكما يفعل بغزة من تجريف للأرض وحرق لها بمن عليها، تنفذ قوات الاحتلال نفس الخطة في الضفة الغربية المحتلة. ويتزامن ذلك مع وصول قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من عدوانها على الفلسطينيين من خلال غارات همجية خاطفة. وفي أحدث حلقات عدوانها، قامت عدد من آليات قوات الاحتلال باقتحام مدينة جنين من كافة مداخلها، خاصة المدخل الغربي، وشرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية عند مدخل المدينة وأطراف المخيم وشارع السكة، مما أدى إلى اندلاع مواجهة عنيفة مع الفلسطينيين واستشهاد عدد منهم في المواجهات الأخيرة. كما أطلق الاحتلال الإسرائيلي قنابل ضوئية وطائرات مسيرة على مخيم جنين، وانتشرت القناصة في مداخل الشوارع لاستهداف المدنيين العزل. الاحتلال فرض أيضاً المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى كانتونات معزول بعضها عن بعض، من خلال نشر المزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والإغلاقات. وبرغم تحذير الخارجية الفلسطينية من نتائج الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتداعياتها الخطيرة، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تمارس إرهابها على مسمع ومرأى من العالم، ضاربة عرض الحائط بالمناشدات الأممية ومستخفة بغضبة الشعوب على الوحشية والظلم الذي يقع في هذه البقعة المقدسة. إلى لبنان، حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي احترام بلاده لكافة القرارات الدولية بهدف تحقيق الاستقرار الدائم بالجنوب، كما طالب بدعم الجيش اللبناني تمكينه من أداء مهامه. جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي اليوم لوزيرة خارجية ألمانيا أنارينا بيربوك التي تزور بيروت حاليا. وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في قطاع غزة وجنوب لبنان. طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي يقضي بعدم وجود فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود مع إسرائيل على حد تعبيرها. وقالت بيربوك للصحفيين خلال زيارتها إلى بيروت إن هناك حاجة إلى وقف التصعيد من جميع الأطراف على حد تعبيرها.
نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بصورة قاطعة مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية، موضحا أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة مطلقا. وأضاف رشوان أنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70%، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منها 6 شاحنات وقود. وبالتالي فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته من أجل التخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين، ليس من المنطقي أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم هم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج لهذا خلال الفترة الأخيرة. وأكد رشوان على أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الاستجابة أو رضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين والمتاجرة بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية. وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح من أي متربح بقضيتهم، والإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. ودخل اليوم عبر معبر رفح 110 شاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، من بينها 4 شاحنات غاز طهي وشاحنتا وقود مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة. ويجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في غزة. هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. واستقبل مطار العريش الدولي ما يقرب من 471 طائرة منذ 12 من أكتوبر الماضي، وحملت على متنها أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، وقدمت 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية المساعدات لقطاع غزة عبر طائرات مساعدات بمطار العريش، بجانب 84 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية ضعنا في الجديد لديك. تحياتي لك يوسف. يعني ربما اليوم الجديد هو في مطار العريش وفي معبر رفح فيما يتعلق بمطار العريش، الزيارة الهامة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة الذي توجه على رأس وفد من الأمم المتحدة إلى معبر رفح دخولا إلى قطاع غزة. هذه الزيارة مهمة لأنه ربما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى سماح إسرائيل بدخول وفد من الأمم المتحدة لشمال غزة لتفقد الأوضاع هناك، فهذه الزيارة مهمة ومرتقبة مع زيارات عديدة وربما بالتزامن مع عمل وزير
الوزيرة الهولندية سيجريت كان كمنسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. هذه الزيارة تم التأكيد فيها أيضا على الجهود المصرية الموجودة في مدينة العريش من إدخال وتجهيز وإرسال المساعدات المختلفة واستقبال عدد المصابين والجرحى. على الجانب الآخر، إذا تحدثنا عن معبر رفح اليوم، هو استقبل بالفعل هذه الزيارة التي توجهت إلى شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين. نتحدث عن استقبال ما يقرب من 40 مصاب اليوم، يتم تقديم كل الخدمات العلاجية المختلفة. لكن اليوم نحن مع تطور جديد فيما يتعلق باستقبال الحالات الإنسانية. هناك عشرات الحالات الإنسانية التي تم استقبالهم اليوم. هذه الحالات ستتجه إلى المستشفيات التركية من خلال مطار العريش لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة. وإضافة إلى الشاحنات التي تحدثتم عنها التي دخلت، نتحدث أيضا عن أنه منذ صباح هذا اليوم دخل إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة لإجراءات التفتيش. نتحدث عن أكثر من 200 شاحنة، منهم 4 شاحنات اتجهوا بالفعل إلى مخيم خان يونس، بالإضافة إلى دخول عدد من شاحنات الوقود، وأيضا استقبال الجرحى والمصابين وتقديم كل الخدمات المختلفة لهم. نعم، زميلي مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، شكرا جزيلا لك. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية تقدم الدعم لإسرائيل، والبنتاغون يؤكد إسقاط 18 مسيرة و3 صواريخ قبيل إصابة أهدافها بالبحر الأحمر. أعلنت قوات الحوثي عن استهداف سفينة أمريكية تقدم الدعم لإسرائيل بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة، دون أن تذكر حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة. وأكدت قوات الحوثي أن العملية كانت ردا أوليا على هجوم أمريكي سابق قتل فيه 10 من عناصر قوات الحوثي. من جانبه، صرح وزير الدفاع البريطاني أن السفينة الحربية دايموند التابعة للبحرية الملكية البريطانية ربما جرى استهدافها في هجوم شنته قوات الحوثي في البحر الأحمر. من بين أمواج واحد من الشرايين الرئيسية لنظام الشحن العالمي، تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وتتوالى التحذيرات من صدمة جديدة قد تعيشها التجارة العالمية المنهكة بالأساس منذ جائحة كورونا. أزمة جلل يعيشها البحر الأحمر منذ 31 من أكتوبر الماضي، بعدما بدأت قوات الحوثي في إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ على السفن التي تعبر البحر الأحمر كرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بل وتعهدوا بمواصلة الهجمات حتى يتوقف العدوان. وفي تصعيد لتهديداتهم، أعلنت قوات الحوثي في 9 ديسمبر الماضي أنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، محذرين جميع شركات الشحن الدولية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. تهديدات بالقول صاحبها تنفيذ بالفعل، ما دفع كبريات شركات الشحن العالمية بالتوقف عن المرور عبر البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول أفريقيا. وضع دفع الولايات المتحدة لإطلاق عملية متعددة الجنسيات في ديسمبر الماضي لحماية التجارة في البحر الأحمر وخليج عدن، كما حذرت بريطانيا من التدهور الذي يشهده الوضع الأمني في المنطقة، معلنة انضمام المدمرة دايموند التابعة للبحرية الملكية إلى قوة العمل الدولية الجديدة لحماية السفن في المنطقة. وإلى أن ينتهي الصراع وتعود موجات البحر الأحمر لهدوئها، تبقى الملاحة البحرية والتجارة العالمية في وضع لا تحسد عليه، إذ تمثل تلك الأوضاع تهديداً يضرب بجميع أوصال الاقتصاد العالمي. فبعد توجه شركات الشحن لرأس الرجاء الصالح، سترتفع بطبيعة الحال كلفة الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية البحرية الأخرى، ومن ثم ارتفاع أسعار الوقود، ما ينذر بخيارات أمنية قد تكون أكثر شدة أو ربما لا يحمد عقباها. في سياق متصل، أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية أن القوات الدولية المنتشرة في البحر الأحمر
استجابت لحادث أمني جديد قبالة السواحل اليمنية الشمالية. وأوضحت الوكالة أنها تلقت تقارير عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة ينطوي على وجود طائرات بدون طيار. وأضاف البيان أن قوات التحالف تدخلت، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. كما أوصت الوكالة السفن بتوخي الحذر أثناء إبحارها في تلك المنطقة من البحر الأحمر، ولم تحدد الوكالة البريطانية ماهية الحادث الأمني الذي وقع. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيرة مفخخة وصاروخين مجنحين وصاروخا باليستيا أطلقتها مساء قوات الحوثي باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، قالت إن قوات الحوثي شنت هجوما معقدا بطائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وصواريخ كروز مضادة للسفن وصاروخ باليستي مضاد للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر، لكن الهجمات لم تسفر عن إصابات أو أضرار، مشيرة إلى أنه يمثل الهجوم الأكبر منذ بدء الهجمات الحوثية على الملاحة البحرية تضامنا مع قطاع غزة. He was admitted to Walter Reed National Military Medical Center and underwent a minimally invasive surgery. والآن مشاهدينا الكرام مع أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية ومحمد عبد الله، إليك محمد. شكرا يوسف وشكرا نهى. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء. تستهدف مذكرة التفاهم إنشاء مركز للبيانات الخضراء مزود بحوالي 200 ميجا وات طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبموجب مذكرة التفاهم يتم التنفيذ للمشروع تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة على مرحلتين، ويعمل المشروع على تصدير الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء المستهدفين حول العالم. ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتنفيذ مشروعات مراكز البيانات الخضراء التي يعتمد تشغيلها على إمدادات الطاقة المتجددة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من وفرة في مصادر الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 جيجا وات وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار. يعد هذا المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، وسيسهم المشروع في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنوياً، وإتاحة نحو 6000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو 1 مليون وحدة سكنية. أجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليا والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي، أجروا مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانيت يلن وزيرة الخزانة الأمريكية ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. وخلال اللقاء أكد الجانبان أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب متضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما استعرض الوفد المصري سبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتا إلى حرص الجانب المصري على استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية.
من جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية على الدعم القوي لمصر وبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية. هذا واجتمع الوفد المصري مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكا قويا لمصر في هذه الأوقات الصعبة. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الإجمالي الجمهورية 194.2 نقطة لشهر ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2 مقابل 36.4 لشهر نوفمبر 2023. وقال الجهاز إن أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.1%. وبلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بنسبة 1.2% لشهر ديسمبر 2023 مقابل 9% لشهر نوفمبر 2023. تتواصل جهود الدولة في النهوض بقطاع البترول، وفي ذلك الإطار شارك طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلا لمصر في افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. يناقش المؤتمر مستقبل قطاع التعدين واحتياجاته والتحديات التي تواجهه والمتغيرات الطارئة مع طرح الحلول لها، ويهتم المؤتمر في نسخته الجديدة بموضوعات العرض والطلب على المعادن الأكثر استخداما في تحقيق توجيهات العالم نحو التحول للطاقة الخضراء من خلال منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وزادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 90% ليصل إلى 78 دولارا و49 سنتا للبرميل. كما ارتفعت العقود الأجلة لخام خرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% ليصل إلى 73 دولارا و31 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 97% لتصل إلى $2.67 سنتا للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.61% لتصل إلى 3.07 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال مصدر بمصرف لبنان المركزي إن لبنان اضطر لتأجيل إطلاق منصة جديدة لتداول العملات بسبب التوترات في الجنوب. وأوضح المصدر أن القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب البلاد منع قدوم الخبراء الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة، لذلك تم تأجيل العملية لحين عودة الهدوء إلى الحدود مرة أخرى. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظومة الميزانية الروسية مستقرة رغم القيود والعراقيل التي يحاول الغرب وضعها أمام الاقتصاد الروسي. وقال الرئيس الروسي خلال زيارته لمدينة أنادير إنه تلقى تقريرا من وزير المالية أنطوان سولوناف حول الوضع المالي في البلاد خلال العام الماضي وخطط العام الجديد 2024، مشيرا إلى أن نظام الميزانية الروسية حسب التقرير مستقر ويتطور بثبات. Потом в другую тепличку пойдем, там будет мева. Тут же, видите, вот тает он, истекает и в резервуар. Крутой огурчик прям. نهاية أخبار اقتصاد، عود من جديد إلى يوسف ونهى. شكرا جزيلا لك محمد عبد الله. ومن أخبارنا الاقتصادية إلى تذكرة بالعناوين. القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تؤكد الرفض القاطع لأي مساع أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين. مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منظمة الصحة العالمية تلغي سادس مهمة لها لإيصال مساعدات إلى شمال القطاع جراء مخاوف أمنية.
قبيل ساعات من انطلاقها ترقب لبدء محكمة العدل الدولية نظر دعاوى ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة في قطاع غزة. نهاية نشرتنا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.